عنده تالنت وحارس مرمى كويس، فانا هخسر واحد منهم. فانا شايف الثلاث اطراف خسرانين. انا كنت شايف ان صبحي كان ماشي كويس جدا مع فاركو، وصبحي لفت انظار كتير، حتى كنت انا بكلم فيه ناس اصحابي والكلام ده باوروبا، بقول لهم خد شوفوا الولد صغير 24 سنه وشوفوه، فكان ممكن يطلع من فاركو لما يلعب، كان يطلع ممكن يطلع بره اوروبا. بس دلوقتي في الزمالك يعني خطأ نفس الخطأ اللي عمله احمد الشناوي لو انت فاكر في 2012 لما كان بيلعب في بورسعيد، لعب في المصري وماشي كويس وجي المنتخب من المصري وماشي كويس، وقام رايح الزمالك وعبد الواحد السيد هناك، وعبد الواحد كان بيلعب في المنتخب برضه معانا، فكنت لازم تاخد واحد. فنفس احنا ما نتعلمش من الاخطاء، يعني احنا ما نتعلمش اخطاء الاخرين وما عندناش رؤيه. فانا بقول له صبحي انت كان ما عندكش رؤيه، انت المفروض ده لو انا مكانه او انا الوكيل اعمال بتاعه او انا ابوه صاحبه اللي بيحبه، خليك في فاركو، امسك في فاركو، العب في فاركو وتحقق وتطلع من فاركو على بره على اوروبا. بس للاسف ربنا يسهل. ده رايي فيه في الموضوع ده. بالنسبه للنادي الاهلي، محمد الشناوي محتاج الاهلي جنبه حارس كبير ولا يكمل بمصطفى شوبير وعلي لطفي؟ علي لطفي حارس كويس جدا يا محمد، يعني علي لطفي بيتحط في مواقف صعبه جدا، وعلى لطفي عنده الخبرات. انا يعني انا عارف دربت علي لطفي وخدته في المنتخب في معسكرين، فانا كان صغير لسه، الكلام ده كان من 12 من 10 سنين، وعنده امكانيات كويسه. فانا شايف ان هو كويس جدا، ومع محمد الشناوي اللي بس قلقني من ناحيه الشناوي العمليه العضلات اللي عنده، والعمليه ربنا يسهل ويبعد عنه الاصابات، انما يبقى منافسه كويسه ما بينهم. وعلي لطفي لو خد باستمراريه هيدي كويس جدا، وشايف ده الفطر. عشان كده قلت لك شوبير يطلع اعاره سنتين يغلط بره، بعدين يرجع يبقى المنافس لهم. وبعدين شوبير لو طلع اعاره سنتين هيرجع النادي الاهلي هو النمره واحد، لو خد الاعاره وخد الخطوه اللي بقوله عليها دي نصيحه. وطبعا هو ادرى، وطبعا كابتن شوبير طبعا ادرى بكده، بس انا من رايي كمدرب وشايف المعطيات والخبرات قبل كده، فانا شايف بنصحه بكده. والنادي الاهلي عنده الشناوي وعلى لطفي كفايه، ويطلع حمزه برضو حارس ولعب شويه في الاخر كده ويدوله، وشايف الدنيا كويسه في النادي الاهلي مش محتاج حاجه ثانيه. كابتن زكي، مين من حراس المرمى في مصر عموما شايف انه يصلح للاحتراف؟ وهل واحد من اربعه او من خمس حراس، شناوي، احمد الشناوي، صبحي، عواد، ممكن يبقى له تجربه احترافيه؟ كنت صريح معاك، لا مفيش حد. الوحيد اللي كان عنده الفرصه الشناوي، بس للاسف دلوقتي 30 سنه ما فيش نادي انفست وياخده. انه كان الكلام ده من 10 سنين لما جاء ريال بيتيس وقال لك الفلوس صغيره، الفلوس مش كتيره، وفضل الزمالك ب 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه كان اهميه، كان اهميه الدولار ب 4 جنيه ولا حاجه. ف 2 مليون جنيه كانوا زي مثلا ما اعرفش كام دلوقتي، بس كان مبلغ كبير، ففضل يقعد في الزمالك. فاحنا شايفين النتيجه ايه. فانا شايف الشناوي طبعا لو الشناوي بيأدي الاداء ده وهو عنده 24 سنه، 23 سنه كان زمانه في اوروبا، بس طبعا دلوقتي 34 سنه صعب. فانا شايف صبحي زي ما انت شايف هيروح الزمالك، هيلعب ولا مش هيلعب ولا لا. جت في الاسماعيلي برضو هتشوف، ما تعرفش لك، هنشوف ايه اللي هيحصل. فانا شايف ان ما فيش حد. بص يا عباس، خلينا صراحه مع بعض ونتكلم مع بعض، ما فيش حارس مرمى في اخر 30 سنه لما بدا الاحتراف الحقيقي، طلع من سنه 90 لما دخلنا الاحتراف، لعب في الخمس انديه الخمس دوريات الكبار في العالم، ايطاليا، انجلترا، اسبانيا، فرنسا، ما فيش حارس، كله بيروح اللي بلجيكا، اللي بيروح البرتغال بتاع الدوري زي الدوري المصري. انما ليه ما عندنا، عايزين نسال نفسنا ليه ما حدش بيروح حارس؟ يعني عندنا صلاح دلوقتي في ليفربول، حجازي كان في فورنتينا، النني في ارسنال، يعني عمرو زكي كان في توتنهام، في هول سيتي، حسام غالي كان في توتنهام، يعني في لعيبه بتطلع. بس ليه حراس المرمى عندنا ما فيش حد بيطلع في الخمسه الكبار؟ احنا عندنا مشكله في حراس المرمى. احنا عندنا انا مع الكابتن ناجي وايده مليون الميه، احنا عندنا 10 حراس مرمى كويسين جدا بس على مستوى الدوري المصري. انا معاه مليون الميه وايده على مستوى الدوري المصري وعلى اساس الكره والدوري والريتم
الكره المصري عندنا، بس على المستوى العالمي للاسف زيرو للاسف. هاخدك من امريكا وقلبك مع غزل المحله، وانت جزء من تاريخ غزل المحله. طبعا شايف ماشي كويس، هو السنه اللي فاتت يعني تعثر في الدور الثاني شويه، لكن ضمن البقاء. الموسم اللي جاي شايف الدنيا ازاي؟ وده غير المدير الفني واستقطاب مدير فني يوناني. بس خلي الراجل يشتغل، انا عاد الراجل يشتغل، جمهور المحله يصبر شويه، عشان برضو جمهور المحله جمهور مختلف شويه عن اي حد، جمهور بيعشى النادي، جمهور كل لعيب، كل جمهور واحد في جمهور البلد كلها، عندنا مدربين يعني البلد كلها مدربين وخبراء وبتعصب وحب في النادي، يعني حب في النادي، والنادي ده النادي ده نادي كبير ونادي عظيم، ده النادي ده يعني يعني خيره عليا وعلى اهلي وعلى كلنا، لان لو انا لو مش نادي المحله ما كنتش هتكلم معاك دلوقتي يا عباس، ما كنتش حتى ابقى في امريكا. فخيره عليا وعلى حتى اخويا الكبير عبد الستار وعلى اهلي كلهم. فالنادي ده نادي كبير، ولازم اللعيبه اللي بتيجي تعرف يعني ايه قيمه نادي المحله. انا اتمنى ان الراستر اللي هو القايمه كلها تكون ال 25 الى ال 40 لعيب كلهم من المحله وحوالين المحله، احنا عندنا مواهب كثيره. الاداره بتمنى منهم، انا قلت قبل كده يعني يا باشمهندس علي انت عارف انا بحترمك قد ايه، ويا صابر عشره عمر، خالد كرم عشره عمر، كابتن عمر طبعا ده هو يعني ده هو اللي مربينا يعني كابتن عمر عبد الله. يا جماعه الملاعب التدريب اللي جوه دي اقلبوها اللي هو الترتان الحديث، مش هتكلفكم خمسه سعر لعيب، مش هتكلفكم سعر لعيب، واللعيبه تتعلم صح. انا بروح بنزل اول ما بنزل، انا موعد ربنا بنزل المطار على المحله وبطلع من بيت المحله على الملعب، ده وعد رب. من يوم ما جيت امريكا بقالي 30 سنه وانا بعمل كل مره انزل مصر لازم دي اول حاجه اخرج بيها من بيتي اروح على النادي. فانا شايف اللي انا بشوف اللعيبه بتتمرن، الفريق الاول حتى دلوقتي بيتمرن، يعني انا شايف صور بيتمرنوا في ملاعب التدريب، دي ملاعب ما تصلحش لاي حاجه لاي حاجه وخطر، ملاعب خطر. فانا شايف ان اعمل ملاعب اللي حتى الترتان لا ميه ولا بتاع، الترتان اللي هو الحديث، حتى الولد يتعلم الباصه الكلام ده على الارض ويعرف اساسيات الكره صح. هنطلع مناجم والله، المحله ما فيها مناجم بالهبل. فانا شايف الاداره استثمر، ما سيبك من يعني الفريق الاول هتطلع هتدفع لعيب 3 4 مليون 5 مليون يا سيدي، هيجي ولا قدر الله جرى له حاجه، استثمر الفلوس دي في الواد الصغيره دي في الناشئين، هتلاقيهم ناس كويسه، ناس اخصائيين بيعرفوا ازاي الناشئ يطلعوه، مدربين ان شاء الله يا كابتن، ان شاء الله ان شاء الله مليانه. فاتمنى انهم يبصوا النقطه دي، والمحله والله ما تحتاج عندها بقى اكتفاء ذاتي، مش هتشوف اللعيبه بره، اكتفاء ذاتي من اللعيبه عندها. كابتن زكي انا طبعا بشكرك شكرا جزيلا، وسلامي ليوسف وجميله والنبي.